عملية تسجيل المخالفة تتم طبعا عن طريق المشغلين اللي يقوم مراقبة وضع الحركة المرورية من خلال الكاميرات. في حال رصد أي مركبة تقوم بمخالفة يقوم المشغل أو المشغلة مثل الأخوات هني مثلا هذا تقاطع الرابع مع الغزالي زوم أوت، يعني مثلا السيارات هذه اللي واقفة هني تشوفون هذه واقفة سادة المسار الفرعي فتعتبر متجاوزة للخطوط الأرضية، عدم الالتزام بالخطوط الأرضية، فتسوي عليها شوت صورة للوضع العام ويسوي زوم حق اللوحة ويتم تسجيلها بفورمة تثبت لتسجيل المخالفة بحيث ترفق معها كدليل بالبيانات الموجودة هذه بالصورة الموقع والتاريخ والوقت بحيث أن يكون ما في أي يعني اعتراض من قبل المخالف فيما لو ادعى بأن المخالفة هذه غير صحيحة. على سبيل المثال هذه السيارة واقفة في الممنوع، شو الرصيف مصبوغ باللون الأصفر والأسود وأيضا مع هذا وقف ونزل. الحين هذه الصورة هاي تعتبر صورة منتهية وجاهزة عشان تحول لتسجيل المخالفة، موقع عام يبين الموقع في بياناته الموقع وتاريخه ووقته والوقوف السيارة في الممنوع ويأخذ زوم على اللوحة عشان يبين أن هذه اللوحة اللي مخالفة وتبعث عشان تسجل مخالفة ويرفق معها الصورة كدليل. هذه المركبة على سبيل المثال القائد مالها مو حاط مو رابط حزام الأمان، فأيضا يأخذ له شوت باين أنه مو رابط حزام الأمان ويسجل رقم السيارة، تسجل أيضا كمخالفة ما مثل المخالفات الثانية في أن عدم التزام بالربط حزام الأمان أثناء القيادة، وهذا إدخال البيانات على الهيد مال الصورة عشان يبين تفاصيل المخالفة. هذا الأخ قاعد يتكلم في الهاتف خلال القيادة أيضا. معطل فتحت مرتين ونايم. إيه شنو مخالفته؟ تعطيل حركة السير. الصورة هذه باين السيارة هذه إن الأخ نايم فيها، يعني فتحت الإشارة دورتين وما تحرك، لما سووا زوم عليه تبين ان الاخ احنا ما ندري ظروفه قد يكون مريض ولا هذا، يعني هذا شوف نزل الاخ وصحوه طقوا عليه صحوه وقام عشان يكمل مسيرته، نام له غفوه دقيقتين وقام احنا بدورنا ناخذ صور من